الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، قال: الكبيرة 54، العبد الآبق ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواهما مسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا أو هذه الكبيرة، وهي 54، وهي العبد الآبق. معلوم أن العبودية أمر شرعي وعدل من الله سبحانه وتعالى، وسببه هو رق الحرب والقتال لغير المسلمين، وهم الأسرى الذين يأسرهم المسلمون فيصبحون أرقاء، ورقهم بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله وقتالهم للمسلمين والإسلام جاء بالعدل والإنصاف، ولا يجوز أن تتهم أحكام الله عز وجل بالنقص أو أن تتهم بعدم الإتقان أو بالظلم، فالله سبحانه قد حرم الظلم على نفسه وجعله فيما بيننا محرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، Honorable Shaykh Dr. Abu Abdullah Abdulrahman al-Maysam, may Allah preserve him and protect him and reward him for us. He started with praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending the blessings and the salutations of Allah subhanahu wa ta'ala unto the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And furthermore, he said that the author rahimahullah, Imam al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah, says in his book, The Major Sins, he mentioned the 54th major sin, and it is the runaway and disobedient slave and their likes. So the author rahimahullah mentioned this major sin. And first of all, we should understand that slavery in the religion of Islam is something that is legislated, and that it is justice from Allah subhanahu wa ta'ala. And the reason for it is the disbelief and the fighting against the Muslims. The disbelievers, they fight against the Muslims. So they are taken as prisoners, and then the Muslims take them as war prisoners, and they become slaves. And that is, again, because of their disbelief, their enmity, and their preventing the people from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and also fighting against the Muslims. So the religion of Islam, we should understand that it is a religion of justice. And one should not speak against the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala in any way, or claim that it is unjust, or that it is imperfect, or incomplete, or the likes. Allah, it is rather perfect and complete and just. Allah subhanahu wa ta'ala made injustice impermissible upon his own self and made it impermissible amongst the people. والعبد له أحكام كثيرة في الشريعة، وسيأتي معنا في الكبيرة 66 ما يتعلق بظلم العبيد، وكذلك عدم الإحسان إليهم، وما يتعلق من الأحكام الشرعية فيهم. فليس المسألة أنها تؤخذ كما يظن بعض الناس أنه عبد وأنه يعني رقيق فإنه يفعل فيه ما يريد، ليس كذلك، بل هناك أحكام شرعية. وتعلمون أن من جاء في الحديث أن من لطم رقيقه فلا كفارة لذلك إلا أن يعتقه، لا كفارة لذلك إلا أن يعتقه. كم من كفارة جاءت البدء فيها بالعتق، البدء فيها بالعتق. فلذلك الإسلام يتشوف للعتق، وجعل كفارات كثيرة بدأ بها بالعتق، أو جعل من كفاراتها العتق. ولم يأتي من الشريعة ما يرغب في الرق، يرغبك
أن لكن جعله جائزا جعله جائزا لكن لا يرغب فيه. والأصل أن هذا جائز ومثله مثل مثله مثل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العزل قال الصحابة قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهينا عن ذلك أو لنهينا عنه. فإذا هو جائز وإن كان غير مرغب فيه وليس هناك ما يرغب فيه بل يرغب بالعتق بل يرغب بالعتق. وأن هذا فيه فضل عظيم وسيأتي معنا بإذن الله لأن هذه من شبه الملحدين ومن شبه الكفار الذين يشوشون على بعض المسلمين أن في دينكم الرق والعبودية مع أنك لو نظرت إليهم تجد أنهم استعبدوا الناس بالكفر والخزي والعار واستعبدوا الناس بهتك أعراضهم واستعبدوا الناس بأخذ أموالهم واستعبدوا الناس يعني بهذه البدع والخرافات وهذه الديانات الباطلة حتى إنهم يعني جعلوهم أذلة لهم وأذلوهم. دين الإسلام جاء ليعزك دين الإسلام جاء لأن تكون حرا عبدا لله سبحانه وتعالى ليس عبدا لغيره دين الإسلام. ولذلك كلما ازددت عبودية كلما ازددت حرية كلما ازددت حرية. فلذلك تنتبهون لمثل هذه الشبهات مثل من أمثالها يعني شبهات كثيرة يحبون أن يدندنوا ويدندنوا حولها ويدندنوا بها على بعض الناس وتجد ضعاف القلوب الذين لا علم لهم تجد أنه يقف حائرا ولا يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك فإذا به يستسلم لمثل هذه المعارضات الباطلة. نعم. So we should understand that there are a lot of rules related to the matter of and to the topic of slavery in the religion of Islam. I also will it will come later under the 63rd major sin is to oppress one's slave. And so and rather and not to be and to not be good and kind towards him. So this isn't something that as some people imagine or think that he as long as he is his slave or he's an own slave, then he can do whatever he wants. No, as a matter of fact, you will find that if one unjustly hits his slave, then the expiation for it, it's him on the face, the expiation for it is to free him. It's to free him. And likewise, we find in a lot of the sins, the expiation for them is to free a slave. So we find, first of all, in the religion of Islam, that slavery is something that is legislated. However, it isn't something that is encouraged. Meaning it is permissible and it is something that is legislated, but it's not something that the religion of Islam encourages. And there are examples of that, such as what they call birth control in a specific way, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam, the companions may Allah be pleased with them, they mentioned that they used to do it, meaning when they have a relationship to ejaculate outside and that prevents pregnancy. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they used to do it at the time of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, as they mentioned. And this shows us that it is permissible. However, it's not something that is encouraged. And so this is something that we should understand because many of the atheists and many of the disbelievers, they try to use this as to make accusations against the religion of Islam and cause doubts in regards to the religion of Islam. Whereas if you look at the reality, you find that they enslave people in different ways. They actually enslave people by way of dishonoring the people and by way of humiliating them, by way of trying to control them, by way of making them follow false beliefs and false religions, and also to speak against their honor and the likes thereof. And so this is something that we should know that the more one's servitude is towards Allah subhanahu wa ta'ala, the more that one humbles himself to Allah subhanahu wa ta'ala, the more he becomes free
free of the worship of other than Allah subhanahu wa ta'ala, free of those ideologies. And so there are many doubts that the enemies of Islam and the atheists and their likes and the disbelievers, they try to bring forth, which if one does not have the knowledge, one does not know the religion, it might put a doubt in his heart and might not be able to answer those doubts. So one should learn and should understand these things. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. العبد المسلم الذي قدر الله عليه أن يكون عبدا، أن يكون رقيقا لشخص وأن يكون مملوكا، هذا من أقدار الله، من أقدار الله المؤلمة، ويجب أن يؤمن بذلك وينتظر حتى يعتق. وسبحان الله، باب الرق وما يتعلق به فيه أحكام شرعية كثيرة جدا، ما يتعلق بإعانته إن كان يريد أن يعتق نفسه وأن يكاتب إلى غير ذلك، مسائل كثيرة متعلقة بها. فالعبد لا يجوز له أن يهرب، الآبق هو الهارب، العبد الآبق هو الهارب، لم تقبل له صلاة. من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يبين أنه لا تقبل له صلاة إذا هرب من سيده، وهذا يدلنا على أن هذه من الأمور الخطيرة عظيمة، وهذا فيه غدر وخيانة للعهد، خيانة للعهد. نعم. The Messenger صلى الله عليه وسلم, he said in the meaning of the hadith, if a slave runs away, then no prayer is accepted from him. So our Shaykh Abdullah mentioned, if Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for someone to be an owned slave, this is from the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. And one must believe in that, believe that it is from the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and remain patient upon that until he becomes free. And this, of course, we should understand that in the religion of Allah and the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala, there are means for him to become free, to even free him his own soul, such as to buy himself in a debt that he pays back. And so if he wanted to do so, there are means for him to free himself. And as a matter of fact, he should be assisted. Allah subhanahu wa ta'ala encourages us with very specific rules and so on, but one should understand that Allah subhanahu wa ta'ala commands us to assist him to free himself. And so if one just turns away, then the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that his prayer is not accepted. This is not anyone's speech. This is the speech of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So this shows us that this is a dangerous matter. It is a form of betrayal for one who is owned to just run away from his owner. Now, Sheikh. وأنتم تعلمون أيضا أن العبد لا تجب عليه الجماعة لأنه مملوك لسيده، فلا تجب عليه الجمعة والجماعة. And in general, a slave, an owned slave, he's not obligated to attend the congregational prayer because he's owned by his master. وهذا من تخفيف الله عز وجل عليه. هذا من تخفيف الله عليه. And this is a form of ease that Allah subhanahu wa ta'ala gave him. نعم. قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. وليس معنى ذلك أن لا تقبل له صلاة أي أنه لا يصلي، بل يصلي ولكن عقوبة له لا تقبل صلاته. وهذا مثله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا عقوبة له، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يصلي. ومثله من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه عقوبة ويجب عليه أن يصلي، ولكن عقوبة هذا الفعل أن ترد الأعمال الصالحة لفعله لعمل عظيم ومعصية خطير، معصية خطيرة وشيء لا يستهان به، لأنها من أسباب الكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن الذنوب تتفاوت، والخمر أم الخبائث،
كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Of course, this does not mean that he does not pray. Rather, he is supposed to pray. He's commanded to pray. However, his prayer is not accepted as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is similar to one who drinks intoxicants. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that his prayer will not be accepted for 40 days. And similar to that, also one who goes to a fortune teller, his prayer is not accepted, and he asks a fortune teller, then his prayer is not accepted for 40 days. This does not mean that they do not pray. They are commanded to pray. However, they are punished by way of the fact that their prayer is not accepted as a form of punishment. And this shows us the danger of those sins, and that they are severe sins and dangerous sins. And because they lead, meaning the asking a fortune teller, for example, leads a person to disbelief. And likewise, drinking intoxicants, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that the intoxicants is the mother of all sins and disobedience and filthy things. وقال صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم. وهذا أيضا وعيد شديد ويدل أنها كبيرة من الكبائر، وربما يعني وصفت بهذه الصفة، وهذه الصفة العظيمة أنها تبرأ منه الذمة. والذي تبرأ منه الذمة هو الكافر، ولكن هذه معاصي أطلقت عليها بأنها قرينة الكفر، وإن لم تكن كفرا دليل على خطرها، دليل على عظيم شأنها، وأنها من المعاصي الكبار كبائر الذنوب، وأن لا يستهان بمثل هذا الأمر. وهذا مثل لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني هناك معاصي وصفت بأنها يعني قرينة الكفر، وإن لم تكن كفرا. نعم، يعني أنها من أفعال أهل الكفر، وممن يعني أنهم امتازوا بذلك أو كانت هذه من صفاتهم. فالأصل الإنسان يبتعد عن صفاتهم، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم. أما المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. In the next hadith, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that any slave runs away, then his right or his protection or his allegiance from the Muslims is given up or is removed. He is no longer given such allegiance or such yani brotherhood from the Muslims. Shaykh Abdullah, he mentioned, first of all, this is a clear evidence that this is a major sin, and this is a severe and a very strong threat against the sin. And of course, one who has no allegiance from the Muslims is the disbeliever. However, we should understand that this action, it does not remove the person out of the fold of Islam. However, it is an action that is like the actions of the disbelievers. And this is similar to the statement of, for example, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, when he mentioned that do not turn back as the disbelievers after me, hitting and striking each other's necks. Meaning, this is an act of disbelief. It does not remove the person out of the fold of Islam. Rather, it indicates and it tells us that it is a major sin. And same thing here. Meaning that the Muslims do not do these things, and rather these are the actions of the disbelievers. ثم قال رحمه الله تعالى: وروى ابن خزيمة في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. وهذا الحديث أيضا يدلنا على خطر هذه المعصية، وأنها كبيرة من الكبائر. وجاء فيه أنهم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة، وهذا إلى هو معنى أن لا يقبل منهم صرف ولا عدل. قيل صرف يعني فريضة أو عدل فريضة، والصرف يعني النافلة. وقيل العكس، يعني ما تقبل لهم حسنات. وهذا مثل الخوارج
لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم لا يؤجرون عليه، كما جاء في كلام السلف أنهم لا يؤجرون على هذه الحسنات. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهمهم الكم ولا يهتمون بالكيف، كيفية العبادة. قال: لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة، العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. وهذا أيضا وعيد، وقد مر معنا هذه الكبيرة، أن المرأة لا يجوز لها أن تسخط زوجها ولا أن تسعى في سخطه. وقد جاء في الحديث أن الملائكة تقول، يعني الحور العين، قاتلك الله، إنما هو دعة عندك. وهذا لا شك إذا كان ما أمرها بمعصية الله عز وجل، ولكنها يعني تسعى إلى إسخاطه، تسعى إلى عدم رضاه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج هو جنتها ونارها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء: كيف أنت منه؟ فلما ذكرت أنها يعني ترضيه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، يعني بكل ما تستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك، يعني إذا أحسنت إليه وكنت يعني تعملين برضاه وتتوددين إليه وتطيعينه، يعني في طاعة الله عز وجل وفيما هو مباح، فإنه جنتك. وإذا يعني لم تأتمري بأمره ولم تنتهي عن نهيه، ويعني أيضا كنت يعني تسعين إلى سخطه وعدم رضاه، فإنما هو أيضا نارك، يعني سبب دخول الجنة وسبب دخول النار. ولا شك أن من أعظم الأسباب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل النساء النار كفرانها للعشير، للزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا معاشر النساء فإني رأيت أكثر كنا أهل النار. فقالت: يا رسول الله، لما ذلك؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وتكفرن العشير، وفي رواية: وتكفرن، لا أقول الكفر بالله، وإنما كفر العشير، إن أحسن لها الدهر، إن أحسن لها الدهر. ثم أساء لها يوما قالت: ما رأيت خيرا منك قط، يعني الجحود. والجحود هذا أمر خطير، وليس معنى ذلك أن الرجل إذا جحد زوجته أنه لا يكون أيضا يعني معاقب بذلك، لكنه يكثر في النساء. مثل كذلك الرجل، لو قال الرجل: ما رأيت خيرا منك قط، فهنا يعتبر مثل هذه المرأة، لأن هذه العلة، يعني الحكم يدور مع العلة، والعلة كفران العشير، ولكن يكثر في النساء. وليس معنى ذلك أن الرجل لا يكفر عشيرته أيضا إذا قال لها مثل هذا، هذا أيضا محرم، لأن هذا كذب. كيف ما رأيت خيرا منك قط، ولعله ما رأى إلا هذا الشيء الذي أساءه. نعم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو، السكران حتى يصحو أيضا، هذه عقوبة عظيمة. ولا شك أن السكر قد مر معنا أنه كبير من الكبائر، وأنها يعني كيف يسعى في جنون من عقل، يعني أن الإنسان يسعى إلى أن يكون مجنون وهو عاقل. ولذلك السكر يعني تأباه العقول الطيبة، العقول الكريمة، العقول التي يعني الناس يعني يعرفون قيمتها. أما الإنسان الذي لا يعرف قيمة العقل ولا يهتم بذلك، فإنه هو الذي يسعى إلى الجنون وأن يكون مجنونا بعد أن كان عاقلا. نسأل الله السلام والعافية. In the next hadith, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that there are three types of people whom Allah subhanahu wa ta'ala does not accept their prayer, and their righteous good deeds are not ascended. And he mentioned the first one is a slave who runs away until he returns back. So first of all, Shaykh Abdullah mentioned this shows us the danger of this sin and that it is a major sin. And this is also the meaning of what when the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala does not accept from them صرف ولا عدل. It is mentioned that obligatory action, the reward of obligatory actions and recommended actions,
or the other way around. And this is similar to the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم regarding the Khawarij, that they recite the Quran and it does not go beyond their throats. And the people of knowledge mentioned that this means that it is not accepted, it is not ascended, their deeds are not accepted and not ascended. And that is because what they care about is the quantity, how much they recite the Quran, rather than pondering and acting upon it. And also, so the Messenger صلى الله عليه وسلم, he mentioned this first major sin, and then the Messenger صلى الله عليه وسلم, he mentioned a woman whose husband is angry with her until he becomes pleased with her. And this was mentioned before as well, meaning this major sin of a woman causing her husband to be angry with her, such as her disobedience towards him. And other than that, the Messenger صلى الله عليه وسلم, he mentioned when a woman, she came and asked him questions, and then the Messenger صلى الله عليه وسلم, he asked her if she has a husband, and she said yes. And she said, how are you in regards to your husband? How do you deal with him? And she mentioned to him that she tries with whatsoever she can to please him. And the Messenger صلى الله عليه وسلم, he mentioned to her that he is the cause for her, he is her paradise or her hellfire, meaning if she obeys him and she treats him well and she is good towards him, then he is a means for her to enter the paradise. Whereas if she disobeys him and makes him angry and she does not try to please him, then it would be a reason for her to enter the hellfire. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that from the greatest reasons for women to enter the hellfire is that they deny the good companionship. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that they have denial, meaning, and he explained it, that it is not that they deny the religion or disbelieve, but rather they deny the good companionship, such as that one would be good towards her for a very long time. And then if she sees something that she dislikes, she says, I have never seen anything good from you. This is her denial of his good companionship. And this does not mean that if a husband, he denies his wife's good companionship, that he is not under this threat or that it is okay or impermissible. No, this is not the case. But the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned this as to warn the women that this is something that is common amongst the women, to deny the good companionship of their husbands. The third type that the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned is an intoxicated person until he becomes, is no longer intoxicated, and until he becomes sober. And this is something that was mentioned before as well, and this is a major sin, because how could someone who has sound mind, whom Allah subhanahu wa ta'ala has given him sound mind, go and look for ways to become intoxicated and to lose his own mind? Only one who is foolish and one who does not care and does not value having sound mind would do so, and would actually run towards becoming intoxicated and losing his sound mind. وبالنسبة للمرأة بعض النساء يطلبن الطلاق بأي سبب صغير أو كبير تطلب الطلاق أريد طلاق والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس يعني بأس يعني يستحق ذلك قد يكون هناك بأس لكنه ليس كل بأس يستحق الطلاق ليس كل إساءة من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط قال من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ولذلك الله عز وجل يبتلي هذه المرأة لا سيما إذا كانت يعني طلبت الطلاق من غير ما بأس أو أنها ببأس لكن لا يستحق مثل ذلك ما تنظر للعواقب يبتلي الله عز وجل بشدة بعد الطلاق والعصرة وأنها يعني يكون أمرها ضائع ولا تجد من يتزوجها بعد ذلك وتجد أنها تكون في هم وغم تتمنى أن تعود ولذلك قيل كم من زمان
أبكاني فلما مضى بكيت عليه. كم من زمان أبكاني فلما مضى بكيت عليه. ثم جاء عن حسن البصري رحمه الله تعالى. نعم، ولو أنها صبرت واتقت الله عز وجل ولجأت إلى الدعاء والعبادة والدعاء لأهلها وزوجها أولادها إلى غير ذلك لأفرج الله عنها. فإن كان هناك بأس شديد لا يطاق فهذا الذي يعني يكون به الطلاق. وأما الأصل أنه ليس كل من مسه شيء من الإساءة يلجأ، لأن هذا ليس هو الملجأ. الملجأ أنك تلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله عز وجل لإصلاح زوجتك وأولادك وأهلك وبيتك، ولا تلجأ إلى الفرقة والهلاك، لأن هذا آخر العلاج. آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي ليس أول العلاج. ولماذا الكي آخر العلاج؟ لأن فيه تشويه، فيه تشويه للجلد الكي، أنك تكوي نفسك. أولا ارقي نفسك واحتجم، يعني افعل الأشياء البعيدة عن الكي، لأن الكي فيه تشويه للخلقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكره الكي. نعم، وإن كان هو علاج ولكن آخر العلاج. نعم. So, our Shaykh Abdullah mentioned that some women, they hasten and rush towards asking for divorce for any reason, even the smallest of things, right away, they ask for divorce. The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he warned against this. He Sallallahu Alaihi Wasallam, he mentioned that any woman who asks for divorce with no reason, meaning with no fully valid reason, there might be small reasons, there might be small issues, small problems that can be resolved. However, because who is free of mistakes and errors? Who is always complete and always good and always perfect? No one is. All the people, they have mistakes, they have their shortcomings. And so if she asks for divorce with no valid reason, with no real reason, then she will not find the scent of the paradise. This is a warning from the Messenger صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes many women, they go and ask to become divorced, and when they do become divorced, Allah subhanahu wa ta'ala puts them through tests and trials. They become sad and they regret asking for divorce, and they wish they would come back and return to their husbands. They find sadness, as Hassan Basri rahimahullah mentioned, how many times or periods of times that made me cry, and then after it goes away, I cry for it going away. I realize that it was good for me. And so, if a woman, she sees something that she dislikes, she goes back and returns back to Allah subhanahu wa ta'ala and supplicates and asks Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will rectify her affair and the affair of her husband and her family. And if there was a problem, a real problem, and she tries and strives and it cannot be resolved, then yes, at that point, a divorce might be the solution. However, it should not be any minor issue, any minor problem that right away the solution is the divorce. The divorce is the last solution. The first solution is to return back to Allah subhanahu wa ta'ala and supplicate and ask Allah subhanahu wa ta'ala and seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the immediate solution, the quick solution. And this, by way of that, Allah subhanahu wa ta'ala rectifies the affairs of many people. However, divorce is like using the fire as to as a form of medicine. And the Messenger صلى الله عليه وسلم, he mentioned that it is the last form of medicine. Why? Because it leaves a mark. It causes a mark on the skin, and it's something that leaves a mark. Yes, it is a form of medicine. One might end up needing to use it. However, it is not the first solution. There are other solutions before reaching to that solution. قال وفي المستدرك للحاكم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا لعن الله من تولى غير مواليه. وهذا أيضا يدل على ما ترجم له المصنف العبد الآبق. فهذا فيه لعن أنه يتولى غير مواليه، ينتسب إلى غير مواليه، هذا لا يجوز، هذا محرم. نعم. In the next hadith, the Messenger صلى الله عليه وسلم, he mentioned, he said, may Allah curse, in the meaning of the hadith, may Allah curse one who ascribes himself to other than his mawali, those who freed him.
who was a slave and he became a freed slave and he ascribes himself to other than them. الموالي أيضا تطلق على أنه يعني ما زال رقيق له. It could be that also the word itself is used either as those who freed him or that he is still enslaved to them. يعني يهرب من هذا ويذهب إلى هذا. Meaning he runs away from one group and he ascribes and claims to be a slave of another person. قال وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا وعبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبرجت بعده. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أن ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة يعني فارق جماعة المسلمين خرج على إمامهم خرج على ولي أمر المسلمين فمات قد جاء في الحديث أنه مات ميتة جاهلية نعم وعبد أبق أيضا فمات مات على هذه المعصية وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة أن الإنسان إذا سافر أو لابد أن يكفيهم المؤونة ولابد أن يأتي لهم بالقوت نعم قال فتبرجت بعده يعني خانته والمرأة الصالحة هي التي يعني تحفظ زوجها تحفظه في حضره وفي ترحاله في حله وترحاله في حاضرته وغيابه نعم. Also in the hadith that the messenger sallallahu alaihi wasallam he said what means there are three types of people do not ask about them. المقصود أنهم أهل هلاك. Meaning they are destroyed. So to the point of not even asking about their situation. وكلها فيها خيانة. كلها فيها خيانة. هذه الثلاثة كلهم خانوا. هذا خان الإمام مع المسلمين وهذا خان يعني مولاه وهذا خانت وهذه خانت زوجها. ومعلوم أن الخيانة من أعظم الجرائم في الإسلام. من أعظم الجرائم التي حرم الإسلام الخيانة. بل ولا تخن من خانك. حتى الذي خانك ما تخونه. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. And you will find that all three types of people, all those three sins have to do with betrayal. There are forms of betrayal. And betrayal is something that is impermissible. And rather it is from the worst of sins in the religion of Islam. So much so that the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, give the trust to those who has trusted you or fulfill the trust of one who has trusted you. And do not betray one who betrays you. You're not allowed to betray one who betrays you. So the three types of people, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned one who leaves the body of the Muslims, meaning he goes against the Muslim ruler and disobeys the Muslim ruler, and he dies upon his disobedience to the Muslim ruler. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in another hadith that one who dies upon that, then he has died upon a way that is like the way of the pre-Islamic era of ignorance. And likewise, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned the second type is one, a slave who runs away and he dies while he was running away or having run away from his owner and master. And the third is a woman whose husband is far away from her, meaning he had to travel for work, for whatever it is he needed to travel, and that she cheats on him. And betrays him. So all of that. And he has given her what suffices her. He has given her what suffices her. And then she goes and cheats on him and betrays him. So all of that is under the threat. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الكبيرة الخامسة والخمسون من ذبح لغير الله مثل أن يقول باسم سيدي الشيخ أو سيدي الشيخ قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أورد رحمه الله تعالى هذه الكبيرة من الكبائر التي قد تصل إلى الشرك بالله عز وجل لأن الذبح لغير الله هذا من الشرك الذبح لغير الله شرك والعبودية في الذبح يكون في ثلاثة أمور العبودية في الذبح
أولا في التسمية بأن يقول بسم الله، فهذه تسمى عبودية التسمية، وهي التي قال المصنف مثل أن يقول باسم سيدي الشيخ، أو يقول مثلا باسم المسيح، أو يقول باسم الحسين، أو يقول باسم عيسى، أو يقول باسم محمد، أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، بل هذا شرك. من سمى غير الله عز وجل على ذبيحته فقد أشرك بالله عز وجل، أشرك في عبودية التسمية، في عبودية التسمية. لذلك قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم، فهذه عبودية التسمية. العبودية الثانية القصد والإرادة، أن يكون قصده الله سبحانه وتعالى في ذبحه، ما يقصد بها غير الله عز وجل، يعني ما تكون نيته أنها لغير الله سبحانه وتعالى، مثلا أن يذبح للجن أو يذبح للأصنام أو يذبح لشجرة أو حجر أو يذبح يعني غير ذلك من الأمور المحرمة، يذبح للأمور المحرمة، هذا كلها مخالفة لعبودية القصد والإرادة، القصد والإرادة. نعم، إنه لا يريد بها لا يريد بها الله عز وجل، وإنما يريد بها هذه الأمور المحرمة، فإذا كان كذلك فهذا شرك أيضا. الأمر الثالث أنه لا يجوز أن يذبح لله، لا يجوز أن يذبح باسم الله ولله في مكان يعبد فيه غير الله، هذه العبودية الثالثة أيضا. لا يجوز إنسان أن يذهب إلى مكان ويكون هذا المكان مثلا يذبح فيه لغير الله، أصنام أو أعياد أو مكان احتفالات محرمة وباطلة، ويأتي هو يذبح في ذلك المكان وهذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، يعني منطقة قريبة إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم يعبد؟ وانظر كان فيها، كيف لو كان موجودا الصنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل كان، لأن هذا يكون سبيل من أسباب إحيائي، قد يقال مثلا جاء ذبحنا لأنه كان هناك صنم، ولا يجوز لنا أن نفعل هذه الأمور التي هي ذريعة إلى الشرك، فكيف لو كان هناك صنم؟ فقال هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد للمشركين؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فإذن هذه ثلاث عبوديات لابد من تحققها عند الذبح لله سبحانه وتعالى. نعم. After that, the author رحمه الله mentioned the next major sin, which is to slaughter for other than Allah subhanahu wa ta'ala. And the author rahimahullah, he said, such as a person saying, in the name of my master so-and-so, my, yani the sheikh so-and-so. And he mentions the name of other than Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh Abdullah mentioned that this is a major sin that could lead the person to polytheism. Slaughtering for other than Allah subhanahu wa ta'ala, slaughtering is a form of worship. And it could, if one slaughters for other than Allah subhanahu wa ta'ala, then he would be worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore he would be associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. And there are three things that one should pay attention when it comes to slaughtering. The first one is the name that is mentioned, that one should mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore mentioning other than the name of Allah subhanahu wa ta'ala when one is slaughtering is a form of polytheism, such as saying the name of Jesus, Isa alayhi salam, Masih, or Hussein, or so-and-so from the shuyukh, or the righteous people, or even Muhammad sallallahu alayhi salam. One should not mention the name of anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala when one is slaughtering, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of the ayah that the author rahimahullah mentioned, and do not eat from that which the name of Allah is not mentioned upon. And it is a sin. إذا نسي إن ذبح وما قال بسم الله فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قد جاء في الحديث الصحيح قال قد فعلتم. فالنسيان الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة النسيان، وكذلك الإكراه، وهذه الأمور مرفوعة عن هذه الأمة، هذا من فضل الله عز وجل علينا. نعم، الإنسان لا يؤاخذ على نسيان.
However, if one forgets, then he is not held accountable for the things that he forgets. As in the ayah, the supplication of the believers, in the meaning of the ayah, or Rabbana, do not hold us accountable if we forget or make a mistake. And Allah subhanahu wa ta'ala said, I did, meaning I give you this, and I answer this supplication. And so if one forgets, he is not held accountable for what he forgets. So this is the first thing that one should pay attention to when soldering. The second thing is his intent, his intention in soldering. That soldering should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and that soldering for other than Allah subhanahu wa ta'ala, such as one soldering for the jinn, or idols, or stones, or trees, or rocks, or anything else other than Allah subhanahu wa ta'ala, then this is a form of polytheism. أو يذبح عند عتبات بيته بيته الجديد يذبح ويلطخ الدرج بالدم إلى غير ذلك هذا كله للجن هذا كله محرم أو اشترى سيارة قام يذبح ويلطخ الدم سيارته بالدم هذا كله من الذبح لغير الله نعم. Similar to that is slaughtering. If one buys a house, this is the customs in some places where or they used to do this, that they would slaughter an animal by the door of the house, and they would take some of the blood and put it on the steps of the house or the door, or similar to that, if one buys a car or anything of the sort, this is actually slaughtering for the jinn. This is not slaughtering for Allah, but this is a form of slaughtering for the jinn. And the third thing that one should pay attention to is the place. It is impermissible to slaughter for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala in a place where people slaughter for other than Allah subhanahu wa ta'ala, or where people worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. Because this could lead to polytheism. This could be a reason for the person to fall into polytheism and for the people to actually slaughter for other than Allah subhanahu wa ta'ala. A man asked the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned to him that he made a vow to slaughter for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala in a place called Bawana. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he asked him, was there an idol that used to be worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala in that place? Was there? Not now, was there in the past? But yet, it would be impermissible to slaughter for Allah subhanahu wa ta'ala in such place. And he said, no. He said, was there a celebration from the celebrations of the pre-Islamic era of ignorance? And he said, no. And he said, then fulfill your vow. قال رحمه الله تعالى وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن هانئ مولى علي رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال يا هانئ ماذا يقول الناس قال يدعون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره فاستخرج علي رضي الله عنه صحيفة من سيفه فيها هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه ولعن الله العاق لوالديه ولعن الله منتقص منار الأرض أخرجه الحاكم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأورد هذا الحديث أن علي رضي الله عنه كان له صحيفة في جرابه الجراب الذي كان يضع فيها سيفه فقيل له يعني هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هل عندك علم يعني ما هو موجود عند غيرك قال ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الجراب فأخرج الصحيفة وإذا فيها هذه الأمور قال لعن الله من ذبح لغير الله انظر الآن الذين يدعون أنهم من شيعة علي رضي الله عنه وهو بريء منهم كيف يذبحون لغير الله وينادون غير الله ويستغيثون بغير الله ويعبدون غير الله حتى أله عليا رضي الله عنه وهذا ليس مستغرب هذا ليس مستغرب عيسى عليه السلام أول كلمة يقولها إني عبد الله إني عبد الله وأصبح النصارى هل في نصراني اليوم يقول أنه عبد الله كلهم يقولون أنه ابن الله أو أنه الله عياذ بالله أنه هو الرب ولذلك الشرك أمره خطير ودبيبه في الناس دبيب شديد وانتشاره انتشار يعني سيء للغاية ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه آل بيته
رضي الله عنهم وأرضاهم وأصحابه أهل التوحيد وأهل الصدق. ولذلك أيضا جاء هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وكذلك حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أيضا لعن الله من ذبح لغير الله. وعموما الذين يحبون علي رضي الله عنه هم أهل السنة حقيقة، ولذلك علي رضي الله عنه جاء عنه أحاديث كثيرة في يعني في أمور يخالفون فيها الذين هم يزعمون اتباعه وهم أعداؤه، وهم أعداء الرسل وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تحريم المتعة، فإن جاء في حديث علي رضي الله عنه، وكذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، أبو الهياج الأسدي تابعي، يقول له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، قبر مشرف على الأرض إلا سويته مع الأرض، ولا صورة إلا طمستها. انظر علي رضي الله عنه يبعث أبو الهياج الأسدي بما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل التوحيد وأهل السنة، وليس الذين يعني يعبدون القبور من دون الله ويطوفون عليها، وحتى إنهم يعني تركوا عبادة الله عز وجل وأصبحوا يعبدون المخلوقين، تركوا عبادة الخالق سبحانه وتعالى وبدأوا في عبادة المخلوقين. يعني حتى يعني لو نظرت إلى كفر كفار قريش وكفرهم تجد أنه أقل كفرا يعني بشاعة من كفر بعض هؤلاء الذين يعني يدعون مثل هذه الأمور. يعني هل رأيت مثلا أبا لهب ولا مثلا أبو جهل، هؤلاء يعني يتمرغون في برازي وأكرمكم الله، ويعني هؤلاء الذين يحبونهم، هؤلاء الآن يفعلون أفعال والله ما تفعله البهائم. البهيمة يعني تتقذر مما يفعلونه. ولذلك ابن القيم رحمه الله كان إذا مر على يعني كلام يعني هؤلاء الفلاسفة أو ولاة الصوفية يقول: نعوذ بالله من هذا الكفر النتن. هذا كفر نتن، يعني هناك كفر وهناك كفر نتن خبيث، يعني إلى أبعد ما يكون من الاستعباد للناس، وأيضا يعني إخراجهم من الإنسانية إلى حياة بهيمية، بل هم أضل كما وصف الله عز وجل. بهيمة ما ترضى أن تفعل مثل هذه الأفعال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. And so in the next hadith, the Messenger صلى الله عليه وسلم, he said, may Allah curse one who the Messenger صلى الله عليه وسلم, Ali رضي الله عنه rather, he was asked, do you have something that did the Messenger صلى الله عليه وسلم give you any knowledge that is specific for you that we do not have? And he said, no, nothing except that I have this. And he took out a paper and he said, this is what I heard from the Messenger صلى الله عليه وسلم. And it said, may Allah curse one who slaughters by for other than Allah subhanahu wa ta'ala. So first of all, we should understand that slaughtering for other than Allah subhanahu wa ta'ala is without a doubt a form of polytheism, is a form of shirk. And here we find that the hadith came by way of Ali radiallahu anhu. And nowadays many who claim to love and follow Ali radiallahu anhu and other than him from the household of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, in truth they oppose their way. They go against and they oppose the way of the household of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, such as you see them stuttering for other than Allah subhanahu wa ta'ala and going around graves and doing other things that clearly oppose the way of Ali radiallahu anhu and other than him from the household of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And in reality, they hate the household of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. They hate Ali radiallahu anhu. They have enmity towards him. They hate him. They do not, regardless of how much they claim that they follow him, this is false claims. And this is not something that is surprising. Look at the Christians. They claim to follow Isa alayhi salam, whereas the first thing that Isa alayhi salam said, that he is the servant of Allah. He spoke as an infant, and he said that he is a servant of Allah. This is the first thing he spoke.
But yet they claim that he's the son of Allah, and they claim that he's Allah, walayyadu billah. And so you find Al-Shaykh Abdullah, as to summarize, Al-Shaykh Abdullah mentioned several examples of things that came to us by way of Ali radiallahu anh, that those who claim to follow Ali radiallahu anh clearly oppose. They oppose them, such as the impermissibility of temporary marriage, mut'ah, that it became impermissible. It came by way of Ali radiallahu anh, and other than that, many examples that Al-Shaykh Abdullah mentioned. And in truth, if we look, we will find that the disbelief of those who claim to follow and love Ali radiallahu anh and the household of the Messenger sallallahu alaihi wasallam is worse than the disbelief of the disbelievers of Quraysh. It is worse. You do not find that they humiliate themselves to creation and to people, such as wiping themselves with the feces of their shuyukh and their scholars and the likes of these actions, which take the person away from humanity to something that is worse than animals. The animals would not do that, but yet they do it. As Allah subhanahu wa ta'ala described the disbelievers by saying that they are, in the meaning of the ayah, that they are like the animals, they are even worse. They are even worse than animals. Allah subhanahu wa ta'ala قد قال فصلي لربك وانحر يعني وانحر لربك. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك المقصود بها الذبح. كل هذه الآيات تدل عليه. ثم قال رحمه الله تعالى الكبيرة 56 من غير منار الأرض، لأن هذه متعلقة بما سبق وهي حديث واحد، وهو حديث علي رضي الله عنه الذي سبق، لعن الله من غير أو منتقص منار الأرض. تغيير منار الأرض العلماء يذكرون أمرين، إما أن يغير منار الأرض يعني أنه يسرق من حق غيره فيغير العلامات، أو أنه يغير العلامات الإرشادية فيضل الناس، يعني كلاهما يدخلان في هذا المعنى، إما أن يغير إرشادات أو أنه يسرق، يعني يقدم شيء يؤخر شيء، ولو اقتطع شبرا من الأرض فإنه يطوق بسبع أراضين يوم القيامة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. The next major sin that the author Rahmallah mentioned, and it is connected to the previous major sin because the hadith, actually it's the same hadith and it has both of them, that may Allah curse one who changes the signs of the land. Al-Shaykh Abdullah mentioned that this is two ways. There are two ways of changing the signs of the land and both fall under this threat. One way is to change the signs of the land as to take from the land of other people, to move the boundaries in order to steal and take some of the land of the of other people unjustly. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that even if it is a handspan, it is impermissible, and that one is under the threat of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Or that it is to change the signs by which people know the directions, and people know the directions of the land and where to go. قال وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمها الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من عمل قوم لوط. رواه عبد العزيز الدراوردي عن عمرو، وزاد فيه لعن الله من وقع على بهيمة. وهذا كله كلها دليل على أنها من الكبائر، لأن اللعن من أدلة الكبيرة. والشاهد لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمها الأعمى عن السبيل، وهذا فيه الإضلال والإضلال في الإرشاد، يعني أنه شخص يسألك أين الطريق، وهذا يا إخوة أمر خطير جدا. إذا ما تعرف لا يجوز لك أن تخبر، يعني بعض الناس يجتهد، ما في اجتهاد إذا كنت ما تفهم ولا تعرف الطريق. بعض الناس ينحرج يقول كيف هذا سألني، لا، العبرة ليس الجواب، العبرة أن يكون الجواب صواب. فأنت إذا قال لك شخص أين الطريق فقل له أنا لا أدري أسأل لك، ولا يجوز لك أن تقول له هكذا وأنت ما تدري، لأن هذا إضلال للناس في طرقهم، وهذا فيه لعن، وهذا قد يكون متأكد ويكون أخطر، لا سيما في أماكن ليس فيها علامات إرشادية، فقد لا يرى شيء يرجعه. ف
فلعله يبيع أو يتوه أو مثلا يعني قد يقول له مثلا هل في محطة أمامي؟ فيقول نعم في محطة قريبة، وإذا به ما في محطة أصلا، فينتهي عنده يعني بنزين فيصبح في مشقة، هذا كله لا يجوز وهذا أمر محرم. فكل هذا يدلنا على أن الإسلام جاء يحافظ علينا ويحافظ على ما يتعلق بمودتنا وما يتعلق بأيضا إبقاء الأخوة بيننا، لأن هذه هي التي تفسد هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرعانا وإياكم برعايته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Finally, the author of Allah mentioned hadith which has the curse that may Allah curse, and he mentioned several things. Of course, that shows us that those are all major sins. However, the points of evidence in the hadith related to the topic of the chapter is that may Allah curse one who changes the signs of the land, and it was mentioned before. And then he mentions another thing which Al-Shaykh Abdullah, he explained that if someone was asked, for example, asked for direction, and he gives wrong direction, then this is something that is impermissible, because it could lead someone to go the wrong way, and it might cause him a large deal of trouble and problems because of giving wrong direction. Some people, they say they are embarrassed. They are embarrassed to say, I don't know. And this is wrong. If you don't know the directions, then either say, I don't know, or say, I will ask for you. But don't tell him, it's that way. Don't answer, it's that way. Just go that way. And it might be wrong. Such as another example, Shaykh Abdullah mentioned, is someone asking, is there a gas station that way? Yeah, there is a gas station, and there is no gas station. The person might run out of gas. It might put him in a real problem because of giving him wrong direction. And this also causes the brotherhood between the Muslims and to go away, and it causes enmity and hatred between the Muslims, and therefore it is another reason why it is impermissible. And our Shaykh Abdullah said, we will conclude with this. Jazakumullahu khairan, shaykhana, baraka feekum, nafa'a bikum, walhamakum as-sawab.